عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هالورده انا ماسكها ليكم انتم، لاقي لكم هالورده تمام الجميله ديت. في البدايه كده قلبي نفسي اقول كام كلمه ليكم، تمام؟ كام كلمه كده عايز اطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. كل رغباتك كل النعم، كل رغباتك وكل النعم وكل الحب وكل الوفرة وكل البهجة وكل الرفاه وكل طموحاتك وأهدافك، كل موجود الآن ينتظر أن تأخذ نصيبك منه. يجب أن تجوع لأجله ويجب أن ترغبه وتعتزم ذلك. وعندما تصبح عاقدا العزم وترغبه وتعتزم ذلك ومتحمس لنيل مرادك، سوف يقدم لك رب الكون كل شيء أردته. لاحظ الأشياء الجميلة حولك وباركها واثني عليها، واحتضن كل الأشياء التي تريدها لتحصل على المزيد منها. احنا نتكلم عن تنمية بشرية، حاجة مفيدة جدا جدا جدا، قوي قوي قوي، حاجة سكرة. تمام. اول حاجة انا عايز اكون انسان ناجح، عايز تكون حياتي كلها مستقرة، عايز احس بالامان وبالاستقرار وبكل شيء جميل، عايز احب واتحب واتجوز واخلف اسره جميله وربنا يرزقني بالزوجه الصالحه والذريه الصالحه، عايز الناس كلها تحترمني، عايز احقق طموحاتي ويكون عندي اهداف، عايز اكون انسان ليا قيمه عاليه في الحياه، انسان صاحب اسم عالي في الحياه، عايز انجز، عايز اعمل كل شيء جميل، ولما اموت اموت مرتاح تمام وادخل الجنه بامان وارتياح. حلو. كل ده انا لما فكرت فيه كده حسيت بالبهجه، حسيت بالامل، حسيت بالارتياح النفسي. يبقى الحكايه كلها مرتبطه بالتفكير، بتفكيرك هتحقق. تمام. طيب الورده ديت الجميلة دي إلكم، نتركها هون. تمام. أول حاجة كده في حاجة كل ما تعيش عليه الآن هو نتيجة الأفكار التي كانت تراودك أو التي كانت تجول في خاطرك في الماضي. بمعنى كل حياتي، كل اللي أنا عايش فيه دلوقتي بناء كان، يعني ده كله كان تفكير في الموت. يعني مثلا انت دلوقتي حاليا لاعب كونفو، لاعب كاراتيه، لاعب جمباز، موظف، مهندس، ممثل، مطرب، اي حاجه. حلو. فكر كده انك انت الحاجات دي كلها فكرت فيها في الماضي ولا لا. يعني مثلا فكرت ان انا اكون دكتور تنميه بشريه مثلا، فعلا لما فكرت قبل كده عدت الايام وبقيت دكتور تنميه بشريه، فكرت ان انا اكون مثلا دكتور، فكرت ان انا اكون كذا، فكرت ان انا اكون كذا. فكر كده في حياتك، ارجع بالماضي شوف انت كنت بتفكر في ايه وشوفه دلوقتي اتحقق ولا لا. هتلاقي اغلبيته فعلا اللي انت كنت بتفكر فيه في الماضي اتحقق. يبقى انا كل اما ابني تركيزي في حاجه بتتحقق. طيب اول حاجه الانسان كله حياته النفسيه دي كلها عباره عن اتنين من المشاعر، مشاعر إيجابية ومشاعر سلبية. المشاعر الإيجابية دايما بتخلي الإنسان يشعر بالتفاؤل، يشعر كده إنه إنسان يعني دايما دايما متقبل الحياة. حلو. المشاعر السلبية طبعا بتحس الإنسان إن هو مش حاجة خالص، بتحس الإنسان دايما إن هو إنسان مش هيعرف يعمل حاجة، يشعر بالاكتئاب بالتوتر بالقلق. المشاعر الإيجابية زي اني اعمل الحاجه اللي انا بحبها دايما، اني بقرب من الناس اللي انا بحبها، ان انا بتفائل تمام، ان انا بيكون عندي امل، بيكون عندي اصرار. حلو. المشاعر الايجابيه دايما بتديني روح تانيه. المشاعر السلبيه دايما فيها حزن، فيها توتر، فيها ند، زي الحزن، زي التوتر، زي الاكتئاب، زي التشاؤم، زي الياس، زي الملل. ده كله نابع عن التفكير. ودي دراسه اتعملت على فكره اسمها قانون الجذب. كل ما تفكر فيه كل ما ينجذب اليك. بفكر ان انا ابقى مثلا، انا مثلا ان انا اخش ابقى مثلا طيار، ابقى ممثل، ابقى مطرب، ابقى حاجه. كل ما افكر في الحاجه دي هسعى ليها، كل ما تسعى ليها هتنجذب ليك، الحاجه دي هتنجذب ليك. تمام. طيب الحكايه سهله وصعبه في نفس الوقت.
اهم حاجه عندي التطبيق. التطبيق انا دلوقتي عايز اعيش حياه سعيده، وعايز اعيش حياه فيها استقرار وامان واتزان وهدوء. افكر في ده، افكر في ده، اقول لنفسي حمله كده تفكيري، انا عايز اعيش حياه سعيده، عايز اعيش حياه فيها استقرار وهدوء، عايز اعيش حياه جميله، عايز اعيش 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 اعيش. لما انا بفكر في ده، حلو الكلام ده كله بينجذب ليا. لما انا بفكر في الحاجات دي كلها، ده كله بيبدا ان هو ايه، ينجذب ليا الحياه الكويسه. حلو الكلام. طب لما انا بفكر تفكير منعكس عن ده، حلو، ان انا مثلا ايه، مش هجي، مش هوصل للحاجه ديت، مش هحقق، مش هنجح، مفيش اهداف، مفيش طموحات، فبالتالي فعلا ما بيكونش في اهداف، ما بيكونش في طموحات اي حاجه. طيب انا دلوقتي هنجيب اتنين انسان مثلا، هنجيب شخصين، شخص المشاعر الايجابيه عنده كلها شغاله، وشخص عنده المشاعر السلبيه كلها شغاله. حلو. ومثال مثلا ذلك، هنسيبهم بالظبط سنتين او شهرين او سنه، اي مده. الشخص اللي فيه المشاعر الايجابيه ده، حلو، دايما مال لنفسه اصرار، مال لنفسه تفاؤل، مال لنفسه امل، مال لنفسه طموح، مال لنفسه كل شيء جميل، دايما بيفكر انه هيحقق كل حاجه هو عايزها، هو عايزها. التفكير بيجذب ليك الحاجه، يعني بس اكنك انت مغناطيس، اكن انا مغناطيس، تمام. برضو الناس كلها اللي بتمارس رياضه بتبوظ الجمهور، الحاجات دي كلها لما يحط في دماغه الحركه ويفضل يتمرن عليها مره واثنين وثلاثه، بتيجي معاه الحركه، عشان بيفكر فيها كتير، حاطط دماغه فيها. طبعا مع التفكير لازم سعي، ان انا انجذب للحاجه هتنجذب ليا. لو انا مثلا بحب بنت، بتهتم بيها، بتهتم بيا، تمام. طيب انسان زي ما قلنا مال نفسه طموح، مال نفسه اصرار، مال نفسه تفاؤل، مال نفسه امل. وانسان دايما، انسان تاني مال نفسه تشاؤم، ياس، انا مش حقق، انا استحاله، يقول لك، يقول لنفسه ايه، انا استحاله ابقى زي الشخص ده، انا لو فضلت 100 سنه مش هبقى زيك، انا مش عارف ايه، انا مش عارف ابقى ايه. هتلاقي دايما الانسان اللي مال نفسه مشاعر ايجابيه ده الانسان اللي بينجح بسرعه. حلو الكلام. ليه بقى؟ الرياكشن بتاع وشه، كل حاجه، المشاعر دي بتديله انطباع. انا مثلا دلوقتي بكلمك بحماسه، ايدي كده عماله تتحرك كده، والنظام ده الحماسه باينه عليا. لو انا متفائل، لو انا ببتسم، النظره دي بتبان في وش، مش في وش بس، بتبان في اعضاء جسمك كلها. حلو الكلام. نفس النظام، الناس اللي بيجي لها توتر، الناس اللي بيجي لها خوف وقلق في الاول، ده برضه بيكون نابع عن تفكير. حلو. لو انا مثلا دلوقتي هعمل حاجه وببني تفكير ان انا خايف منها، بقول لنفسي دي صعبه، انا مش هوصل، انا عمري ما ابقى زي الشخص ده، انا لو رحت هترفض، انا لو رحت مش عارف ايه، لو رحت بقعد اوهم نفسي. التفكير اللي انا فكرت فيه ده كله بينعكس على رد فعل، ردود افعالي كلها، بينعكس على سلوكك، بينعكس على مشيتك، بينعكس على وشك، بينعكس على وجهك، ده بيبان ان فيه تردد، بيبان ان فيه توتر، بيبان ان فيه خوف، بيبان ان فيه قلق، بيبان ده كله. عشان كده اللي بيشوفك يقول لك انسان مش واثق من نفسه، بعكس انسان ده ممكن يكون يعمل الحاجه دي اول مره. بس ايه بقى هو تفكيره، وايه عن يعني الحاجه دي، هو احسن مني فيه، طب ما انا هعملها زيه، وايه يعني، تمام. مع انه ممكن ما يكونش قدرته كبيره قوي، بس في نفس الوقت هيروح يعمل الحاجه دي هينجح، عشان هو مال تفكيره ومال عقله ثقه وحماس وطموح وتفاؤل وهدف، ومش بيقلل من نفسه. دايما ما تقللش من نفسك. في حكمه جميله جدا بتقول، تمام، دي هبعمل لكم، تمام. طبعا في حكمه جميله بتقول، طبعا بص، دايما ما تقللش من نفسك. في حكمه جميله بتقول لا تقلل من نفسك عندما ترى قيمه وفخامه ووزن الاخرين. فلو كانت قيمه الانسان تقاس بالاوزان، فلكانت الصخور اغلى من الماس. شايفين؟ اوعى دايما تقلل من نفسك، نيفر. قول لنفسك هخلق لنفسي حياه جميله. التفكير بالتفكير ده، لما انا صب تركيزي على حاجه هعرف احقق، هعرف انجح، هعرف انجز اهدافي كلها، هعرف كمان ان بقدره ربنا ان انا اشفي من امراض كتيره. على فكره يا جماعه، المرض النفسي اقوى ب10 اضعاف من المرض العضوي. ركز معايا يا حبيبي، وركزوا معايا، ماشي؟ منبهر قوي طبعا،
تمام؟ يبقى المرض النفسي اقوى من المرض العضوي. فنفترض مثلا انا ايه، انا قبل كده مثلا واحد مثلا جات له اصابه، اوكي، بيلعب كونغ فو كونغ باس او مش شرط كونغ فو كونغ باس، اي حاجه اي حاجه، تعب جالك، تعب جالك الم والنظام ده اهوت، وانا مثلا بشيل مسؤوليه كبيره والتعب ده جالي، هل او التعب ده او مثلا التعب ده ايه الارهاق ده او اي اصابه جات لي وقفتني على الحاجه اللي انا عاملها، حلو الكلام. طيب هنا بقى نفسيا، نفسيا اما اقول لك نفسيا مرتبطه في تفكيرك، هقول لنفسي ايه، يا نهار ابيض، ده انا كان نفسي اروح البطوله دي، ده انا كان نفسي اخرج مع مين، كان نفسي اخرج الخروج دي مع اصحابي، كان نفسي مش عارف ايه، الوجع ده مش يا رب يخف، هيخف امتى، هو مش هيخف ولا ايه. شفت بقى عماله ايئس في نفسي واكبت في نفسي واحزن بنفسي واتحسر، ده كله هيبان في وشك حزن، توتر، ارهاق زياده، عشان انا كده بضاعف الالم وكده مش هشفى بسرعه، عشان تفكيرك ده بينشط كل اعضاء جسمك، بينشط كل اعضاء جسمك للايجابي او السلبي، يبقى انت كده نشطته ايه لزياده المرض. طيب فلنفترض ان عندي نفس الاصابه بس بعامل نفسي، او عندي اي مرض، عندي اي مرض، هل على فكره في ناس وتجارب عملوها كانت عندها امراض زي السرطان والعياذ بالله، وناس كانت عندها امراض زي الشلل، شلل كلي، والاطباء قالوا خلاص الناس دي مفيش امل، يعني هيفضلوا طول الحياه كده او خلاص بالسلامه، الناس دي قدرت بقدرتها العقليه انها تشفى بام ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي عمله تخيل حط كل تركيزه انه في حياه تانية، انه انسان مثلا بيمشي، انه انسان مش مريض، ما حطش في دماغه خلاص المرض، قال لنفسه ايه، عادي الحمد لله كل حال، في ايه، في ناس حالها اقوى مني باذن الله كلها كم يوم واخف، مش بعامل اللي فيه مرض خالص، مش بعامل نفسي ان انا مريض اصلا، بعامل نفسي ان انا عادي جدا فريش وبعيش من جوايا حياتي الطبيعيه خالص، حلو، مع ان طبعا هو العكس موجود فيك انك تعبان، لكن عقلك لما بتعامله تاني، حلو الكلام، وبعامله ان انا انسان عادي جدا واكن مفيش مرض واكن مفيش تعب، سبحانك يا ربي، عقلك وجسمك هينشط جامد، وهتقدر تتعافى بام ربنا، لان اعضاء جسمك كلها، حلو، بتستجيب، حركتك كلها بتستجيب لعقلك، لتركيزك، تمام. نفس النظام لو انا مثلا ايه بكره حد وجيت شفته قدامي على طول انا نفسي ومكتئب ومش عارف ايه، شفت حد بحبه هضحك، شفت تفكيرك بان عليك، لما كان في غضب وكره بقى في من جوه غل وغضب، وصلت للمرض النفسي، تمام. دايما لما اكون نفسيتي جميله جدا، حلو الكلام، واكون في مرح واكون في تفاؤل وانظر للامور نظره ايجابيه وافكر في الحلو دايما، حلو، ممكن انت وانت حزين في لحظه تغير مشاعرك تخليها الفرح. انت دلوقتي اهوت ممكن دلوقتي قاعد بتتفرج عليا ولا حزين ولا فرحان، دلوقتي اهو، فكر في اكتر موقف خلاك تحزن في حياتك، ها يلا فكر كده في اكتر موقف خلاك تحزن في حياتك، شوف مجرد ما جبنا كلمه حزن، كلمه بس حزن، انت ممكن تكون بلمت او افتكرت، مجرد ما افتكرت حزنت والحزن زاد، ممكن تقعد مع نفسك شويه تقعد تفكر في حزن جامد، تمام، تقعد تحزن اكتر واكتر، هيبان على وشك انك حزين وتعبان ومش عارف ايه. طيب هل ممكن وانا حزين دلوقتي بسرعه اغير تركيزي للفرح؟ اه دلوقتي فكر في حد حزين تفرح ازاي جدا، فكر يلا ها ايوه انا مش هتغير، هبدا كده اتخيل الحاجه اللي خلتني افرح، هبقى فرحان، هيظهر على وشي الابتسامه، تمام. انا ممكن في ثانيه اغير حالتي كلها من انسان تاعس وانسان يائس وانسان عظيم الصبر وانسان يعني حاسس ان مفيش اهداف وطموحات، ممكن اغير حياتي 360 درجه في ثواني. طيب لما اجي كلمه افكر في كلمه مرض، بص كلمه ايه مرض، هي من نفسها مرض معناها ان انا تعبان، مريض، عاجز، حزين، هي دي كلمه. لما اجي افكر في كلمه فرح، شوف مثلا ايه يقول لك ايه، صاحبك على فكره مريض، صاحبك ده عنده فرح، هفرح، قوم التفكير بتاعي هو اللي بيجي عليه ان انا هحقق اهدافي، هحقق طموحاتي او هفشل، تمام. مع التفكير سعي، بتفكر في الخير هينجذب ليك، بتفكر في طموحاتك اهدافك،
هيتحقق ليك. عشان احقق لك، عشان احقق طموحي، وعشان احقق الحاجه اللي انا عايزها، ثلاث حاجات. اول حاجه فكر في الشيء ده، فكر فيه، فكر في الحاجه. مثلا ايه؟ انا لما اكبر نفسي اكون لاعب كوره، لما اكبر نفسي اكون دكتور عالمي، لما اكبر نفسي اكون ممثل، نفسي اكون مطرب، نفسي اكون مشهور، نفسي اكون كذا. بفكر اول حاجه في الحاجه. تاني حاجه اقتنع، اقتنع بالشيء ان انا بفكر فيه. لما اقتنع بالشيء اللي انا بفكر فيه كده هكون عارف ان انا هتواجهني صعوبات، مش هيأس. لما تواجهني صعوبات، ايه دي سنة الحياة، لازم تكون. يبقى التفكير في الشيء هتخيله، هتخيل ان انا لاعب جمباز، لاعب كونفو، ممثل، مطرب، ان انا دكتور، ان انا مهندس، ان انا الحاجة اللي انا بحبها. تاني حاجة اقتنع بالحاجة، اقتنع انها تتحقق لي، واقتنع مهما حصل لي من مواقف صعبة، من واجهت المصاعب، من حواجز، اكون برضو مقتنع اتحقق، مش مجرد واجهت صعوبة ايأس. تالت حاجة سوف اتحقق لك كل ما انا فكرت في الحاجة اللي نفسي فيها، اقتنعت بيها، اقتنعت بالطموح ده، ما استغنتش عنه، سعيت اليه. تالت حاجة هيتحقق لك. هيتحقق لك امتى؟ ما تعرفش، ممكن دلوقتي، بكره، اي وقت. لكن دايما املى نفسي التفكير الايجابي. حلو. مثال ذلك، احنا كلنا بنكره الحاجات الوحشه، بنكره المخدرات، بنكره السرقه، بنكره العنف، بنكره ده 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 ده، بس ليه بنفكر فيه كتير؟ الحاجه لما بنكرس لينا اهتمامها بتزيد. طب بدل مثلا ما افكر ان في ناس وحشه كتير، افكر ان في ناس حلوه كتير. لما افكر دايما ان في ناس وحشه وهعدي وهيثبتوني مش عارف ايه، طب ما افكر دايما ان في ناس طيبه وبنت حلال هيقفوا معايا. فكر في الحاجه الحلوه اكتر ما افكر في الحاجه الوحشه. حلو. فكر ان انا احقق طموحاتي، اهدافي، فكر انها تتحقق. ما تيأسش خالص، فكر، اقتنع، اؤمن، هيتحقق ده ليك كله. تمام. كل حاجه انت مغمضتش، انت اللي بتكذب ليك. لو انا بفكر ابقى انسان وحش وبشرب سجاير ومش عارف ايه، فجاه هتلاقي الاصدقاء الوحشين اتلمت عليهم وقربوك على السجاير وقولك ليه؟ عشان تفكرت انك تكون انسان وحش. تمام. انت المؤلف، انت الراوي، انت صاحب القلم، انت من تكتب، انت من تؤلف الروايه. وفي النهايه ماذا تختار ان تكون؟ كده ولا كده؟ يمين ولا شمال؟ هتختار ايه؟ انت اللي هتحدد لذاتك وقدرك ان هكون ايه؟ بتفكيرك السوي، برقي عقلك، تفكيرك الايجابي التاسع، النظره الايجابيه، مفكرش في السلبيات، افكر في الايجابيات اكتر، استعد لاي صعوبه. تمام؟ ما استسلمش ابدا. مش صعوبه جاتني هزتني اموت وتمايل، لا، اقف وقول هكمل. هي دي سنه الحياه. لن تكبر دون ان تتالم، ولن تتعلم دون ان تخطئ، ولن تنجح دون ان تفشل، ولن تحب دون ان تفقد. مش شرط يعني، هو في الاخر مش شرط قوي، بس دي حكم بتحصل لاغلبيه الناس. تمام؟ قوي عقل، ثقه بربنا، ثقه بالنفس، ايمان. تمام؟ افكر تفكيرات سلبيه ايجابيه مش تفكيرات سلبيه. تمام؟ ابص الحياه نظره جميله جدا، احب الخير لكل الناس، اقرب من ربنا، اصلي، اصوم، كل شيء نعمله في الحياه انك بترضي ربنا الاول ثم نفسك. قرب من ربنا ونيتك حلوه، نيتك كويسه جدا، هتتوفق قوي، ربنا يوفقك. الانسان السوي دايما بيشوف التوفيق والنجاح تدريجي بطيء شويه. الانسان اللي ماشي شمال الدنيا بتلعب معاه جامد جامد قوي 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 قوي، بس فجاه وقت ما الدنيا تقفل في وشه، بام، هتقفل مره واحده في وشه. الانسان اللي ماشي بمقدار ربنا كويس، ممكن تكون مقفله شويه شويه شويه، بس لما بتفتح، بتفتح من كل الاتجاهات. تمام. مفتاح الجنه غير مفتاح النار. تمام. مفتاح الطيب، مفتاح الطيبه كله ابيض. تمام. ربنا يوفقكم يا رب، واتمنى ان درس التمام الشهري ده يكون عجبكم.
وانا معاكم باذن الله هنكمل تاني. طبعا انا هنا دكتور، هنا مش لاعب كره المفروض دلوقتي نميز بين الشخصيتين، تمام؟ ربنا يوفقكم يا رب، وباذن الله اي سؤال انا معاكم. حلو الكلام، واي مشاكل برضو انا معاكم باذن الله. ريت تتابعوا على الفيسبوك، حلو، وهتلاقوا ريت تشترك في القناه وهتلاقوا الايميل وكل حاجه تحت، وانا معاكم باذن الله وهنكمل للنهايه لحتى اخر نفس. نفسنا الجيل اللي جاي مننا يكون احلى مننا، علشان لازم نحترم بعضنا. بحبكم انا. سلام عليكم.